إذن هل هي سياسة متبعة؟ وربما سألت بعض الضيوف في برنامج السيادة، هل هي سياسة متبعة لتهميش إثيوبيا وإبقائها تحت إطار الفقر؟ صحيح، لكن سواء هم يحلمون بهذا أو يتبعون هذه السياسة وغيرها، الإثيوبيون لا يهمهم ذلك. الإثيوبيون يهمهم شأنهم، يهمهم تطوير بلدهم، يهمهم تنمية بلدهم. أما الآخرون يتبعون سياسات مختلفة. أولا، بعض الدول ترى أن هذا النهر هو يعني مصدر قوتها، يقولون إما النيل وإما الموت، هو يعني حياة أو موت. ولهذا لا يتركون أي شيء، أي مجال، مجال سياسي اجتماعي داخلي أو خارجي، إلا ويحاولون أن يستخدموه لإيقاف بناء هذا السد. إذن الإثيوبيا القوية إذا قوت أكثر من هذا، الآن تبني السد هذا وتملأ خزانتها قريبا وتستثمر، ويخرج شعبها يعني على مستوى معين، لا أستطيع أن أقول مستوى كذا، لكن معين في من يستطيع أن يعني يضيء له يعني الكهرباء الذي ينبعث من هذا السد، وأن يغير أن يتغير حياته، ومستوى الفقر في إثيوبيا ينخفض. إذن إثيوبيا تتقوى، كلما قويت إثيوبيا يرون أنها تضغط على مصالحهم، ومصالحهم يعني على خطر. لكن هذا يعني حلم ساذج وحلم لا ينبغي أن يحلموا به. إثيوبيا أصلا لا تريد أن تحرم أي أحد من هذه الخيرات، تعتبر أن هذه الخيرات خيرات طبيعية ومنحة إلهية. لكن إثيوبيا خلال هذه الفترات الطويلة، كما قلت لك أن هذا النهر مثلا ينبعث يعني ينبع من إثيوبيا أو يعني بدأ يجري في إثيوبيا أكثر من 30 يعني مليون سنة، يقولون خلال هذه الفترات إثيوبيا لم تستفد منه ولا قطرة. فهمت لماذا؟ هناك يعني سياسات هناك أشياء كثيرة. نعم، هناك أشياء كثيرة داخلية وخارجية. داخليا يعني نحن يعني لم نركز على يعني إيجاد الطاقة وعدم القدرة، ويعني كنا نأمل أن الدول المانحة أو يعني المنظمات الدولية تقوم بجانبنا ونبني وكذا. في محاولات كثيرة أيام هيلي سلاسي وأيام درقو، ولكن لم تقرر هذه الحكومات السابقة أن تبدأ، لكن هذه الحكومة الحالية والتي قبلها بدأت وقررت أن تبدأ. هذه السياسات التي يعني تتبعها الدول التي الآن تحسد إثيوبيا وتشمت بكل ما هب ودب وكل ما حدث في إثيوبيا، سياسات يعني فاشلة. لماذا؟ إثيوبيا تعرف كل شيء، تعرف كل شيء معناه تعرف أن تعيش بالسلم مع من يعيش معها بالسلم، تعرف حسن الجوار، تعرف العطاء، تعرف أن يعني تحفظ على حقوق الآخرين، تعرف الحرب أيضا. إذا أرادوا الحرب يعني أبناء أجداد هم أهلها يعني تربوا عليها. لكن السياسات التي ينبغي أن تتبعها دول الجوار، دول التي تربطها المصالح بإثيوبيا، أولا يفهموا إثيوبيا التي هم يعرفونها غير إثيوبيا، غير الإثيوبيا الحالية. الآن في فرق كبير، السياسة التي يتبعونها هم سياسة القديمة، إثيوبيا القديمة. الجيل هذا جيل الشباب، أكثر من 72 من نسمة إثيوبيا شباب، 72% 70% شباب. يعني هذا الشباب يعني عنده قوة وعنده عقل وعنده فكر وعنده حب للوطن، ويعرف كيف تتعامل الدول يعني مع بعض. شوف البعض. النهر، نهر النيل هذا ليس يعني وحيد في العالم، أنهار تمر على دول كثيرة. مثلا خذ نهر دجلة والفرات،
ينبعث من العراق ويمر عبر دول كثيرة. نهر يعني جانجس في هندي هندية يعني يمر على باكستان وبنغلاديش أمازون وأنهار كثيرة، نهر أردن بين إسرائيل والدول، أنهار كثيرة. ها وجود الأنهار هذه تربط الدول يعني وتربط مصالحها، وتنمية إثيوبيا تنمية لدول الجوار. لكن السياسة التي تتبعها خاصة مصر سياسة نحن نعرف كل شيء، سياسة نحن المتقدمون، نحن نأمر أو نحن نقول والآخرون يسمعون، هذه سياسة قديمة يعني الشعب الحالي لا يقبل هذا. نعم. طيب أستاذ كامل، كيف توصف صمود الحكومة أو القيادة الإثيوبية الحالية أمام الضغوطات التي واجهتها بشأن عرقلة، يعني حاول الضغوط على الحكومة في مسألة عرقلة سد النهضة، إيقاف سد النهضة، في مسألة تمويله، في ونحن اليوم في مرحلة حساسة وهي مرحلة ملء الخزان، كيف توصف هذا الصمود وأنت تسمع خطاب الدكتور أبي أحمد الذي تحدث في البرلمان مؤخرا منذ فترة وجيزة، قال بأنه لا يسرنا أن نرى أمهاتنا اللواتي يحملن الحطب على ظهورهن المنحنية وهن يسيرون بهذا الشكل ونحن لدينا هذه الموارد. قيادات البلد اليوم أريد منك أن توصف مدى جهودها لحفظ مقدرات الشعب الإثيوبي وحقوقه. هذه القيادات قيادات شعبية خرجت من الشعب، هذه القيادات التي أنت تراها كلها على مستوى الفدرالي وعلى مستوى الأقاليم كلها عاشت ما أنت تقوله، أمهاتهم هم الذين أنت وصفتهم الآن الذين يحملون الحطاب من الحطب من الغابة، والبعض يبيعه لكي يشتري به الممكن الغاز، البعض يبيعه لكي يشتري به شيئا يسد به يعني الجوع، وأكثر من 50 مليون الآن يعيشون في الظلام. شفت؟ هذه القيادة خرجت من هذا الشعب، ليس يعني شيء غريب عليهم. أم أبي أحمد توفيت قريبا، كانت في أين كانت تعيش؟ أمهات القيادات البارزة أذكر كلهم، أمهاتهم الأحياء منهم والأموات كلهم في الأرياف، آباؤهم يعيشون هذه الحالة. ما إذا كان أبي أحمد أو الحكومة الحالية تساهلت في القضية، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أنه ضد أمه وخان أمه، يعني أمه وآباه، لا يمكن هذا. صحيح هذه القيادة ينبغي أن تصمد أكثر من هذا، قد صمدت. متى؟ حين بدأت الصد بدون أي تمويل خارجي. الآن وصل إلى المرحلة الأخيرة، الآن نستطيع نقول مر أكثر من 70% السد هذا انتهى. ما الذي يبقي؟ يبقى الآن ملء الخزانة. هذه الصيحات، هذا البكاء يمر عندما نملء الخزانة خلاص. هم الآن يريدوا يعرقلوا بأي يعني حال من الأحوال أن يملأ السد. أحيانا يتقدمون إلى الجامعة الدول العربية، شيء يعني مضحك جدا، يعني هذه قضية أفريقية، قبل ما يأتوا إلى الجامعة الأفريقية الدول الأفريقية يذهبوا إلى الدول العربية، يعني مردهم في الاتحاد الأفريقي. إثيوبيا ليست جزءا في الجامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية يعني إذا هي تقوم ظلما وزورا بجانب مصر. تحدثوا إحدى المتحدثات من عندهم تقول بأنني متخوفة من الاتحاد الأفريقي لأن إثيوبيا دولة المقر، أما علمت هذه وغيرها بأن جامعة الدول العربية هي بأن دولة جمهورية مصر العربية هي تعتبر دولة المقر لجامعة الدول العربية؟ نفس الشيء، يعني نفس هناك مغالطات. نعم. هناك ومع ذلك لم تستغل إثيوبيا هذا النفوذ وهذه السمعة العالية. نعم. لدى المجتمع إثيوبيا مقتنعة أن لها حق في هذا الماء، في هذا النهر، حق أصيل، حق أصيل، حق فطري، حق طبيعي، حق قانوني، حق إنساني.
لا حق. شوف خليك جامع الدول العربية حتى يعني UN، شوف الأمم المتحدة لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ أنت ما يحدث في داخل بلدك، لا ليس هناك قانون، في هناك قانون وأعراف دولية أن أي دولة من حقها أنها تستثمر مواردها الطبيعية ومواردها البشرية. إثيوبيا ليست ضد هذا. واحد، إذا كانت هي دولة المنبع والآخرون يعني دول الري، هم ينبغي أن يتفاهموا مع إثيوبيا. الصمود هذا ما يعني إعلام العربي، صحيح نحن متأخرون في هذا المجال، شكرا لك محمد العروسي، أنت جئت بهذه المبادرة القيمة ونحن كنا نهمل هذا الجانب. هم يعني يخلقون ويخترعون ويفبركون أكاذيب كثيرة، يعني يصمون بها آذان المستمعين سواء في الدول العربية الإثيوبية عن المشاهد العالمية. نعم نحن بعيدون عن نشر إشاعاتهم. نعم نحن بعيدون. الناس البسطاء أو يعني الذين لا يعرفون القضية من لبها ومن أصلها يقولون كأن إثيوبيا تريد أن تحرم مصر وتضر بها وتضر بمصالحها وكذا. لا، ما الواجب علينا اليوم لمواجهة هذا الكم الهائل من الإشاعات والمغالطات التي يقومون بها في وسائل إعلامهم؟ عدة أمور. أولا، ينبغي أن نتحد أكثر من ذي قبل، ننبذ كل الخلافات الجانبية وكل المطالب الجانبية نتركها حالا الآن، هذه خلي تبقى للغد. ما يتعلق بمصالح الوطن، ما يتعلق باستقرار الوطن، ما يتعلق بملء خزانة سد النهضة، ينبغي أن يتحد الجميع في المعارضة، في الحكومة، في الخارج وفي الداخل، صغيرنا وكبيرنا. هذا واحد، على يد رجل واحد. ينبغي أن نكون على يد رجل واحد، نقف شامخين صامدين، نملأ الخزانة وندافع عن وطننا وعن سيادة وطننا بكل ما أوتينا. هذا واحد. والأمر الثاني، ينبغي أن ندرك ما أهملناه، هو ماذا؟ الإعلام العربي. إعلام، أن نواجه الإعلام العربي بإعلام عربي إثيوبي نستخدمه متوازن ومنظم. نعم، متوازن ومنظم. أصلا نحن كما قلت لك في المقدمة، نحن شعب لنا أعراف ولنا دين ولنا تقاليد. 99% من هذا الشعب شعب له دين، مسلمي أو نصراني أو مسيحي. يعني هذا الشعب لا يريد أن يظلم أحدا ولا يريد أن يتجاوز يعني على أحد، فاهم؟ ولهذا نريد إعلاما يدحض ويبطل أكاذيب هؤلاء، ونشرح ونخرج إلى العالم باللغة التي يعرفونها، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات التي لها متحدثون أو سامعون كثر، نخرج بها إلى العالم ونشرح للحقيقة. أنا لا أشك أن أي إنسان عاقل متوازن يعرف الحق ويطلب الحق أن يقف ضد إثيوبيا. ولهذا الإعلام القوي هو الآن السلاح القوي، ينبغي أن نتدارك وأن نخاطب وأن نجمع الخبراء وأن نؤسس مجموعة تدافع على القنوات التي الآن في قنوات تبوح صباح مساء، تنبح كالكلاب صباح مساء بالكذب. مع تحفظ الإعلام على ما قلته، ليس الإعلام، أنا لا أخص إعلام، أحسنت يعني. بارك الله فيك. لكن الإعلام ينبغي أن يكون لديه معيار وله أدب وله قانون، رسالة وله رسالة وله، يعني الإعلام أمانة، أصلا هو أمانة. ولهذا نحن ينبغي أن نبني إعلاما قويا وندافع. شوف، ما دمنا أننا بنينا هذا السد، علاقتنا بالدول العربية تتعلق به. لماذا؟ مصر عربية. نعم عربية. والسودان عربية. والسودان عربية. مصر تعرف سيتها ويعني سمعتها لدى الدول العربية، ولهذا
ليس ما تقومون به أنتم الآن يعني لا ينبغي أن يكون شيئا تقومون به لفترة معينة، لا، هذا ما دام صد النهضة موجودا هناك، الإعلام القوي يكلم الشعوب، شعوب الجوار، نحن نريد حسن الجوار مع الدول العربية، لنا مصالح تربطنا بهم كثيرة، دينية، اقتصادية، اجتماعية، حتى كثيرة، بالشعب المصري الشقيق، الشعب المصري الشقيق ليس بيننا وبين الشعب المصري أبداً. أغلبه يعني نحن مثل شعبنا المسكين، نحن من يتعاطى مع ملف سد النهضة، ونحن لسنا يعني، أنا اسمح لي أن أخرج قليلا عن مادة البرنامج، لكن نؤكد بأننا بإذن الله ماضون على هذا النهج للدفاع عن مصالح بلادنا العليا، لأن هذا وطننا وهو الذي يجمعنا، نعم. هذه هي ربوعه ونحن بين أحضانه، فنحن سنظل بإذن الله حاملين راية الدفاع عنه حتى يرث الله أو يأذن الله تعالى. أستاذ كامل، بعض الأطراف القائمة على ملف سد النهضة استخدمت العديد من الأساليب، منها نشر الإشاعات حول السد كشائعة انهيار السد وما إلى ذلك، واستخدمت أيضا شائعة أن السد يمول ويتم الدفاع عن السد بأموال إسرائيلية أو هو عبارة عن مؤامرات إسرائيلية أو بعض الكيانات أو بعض الدول. طبعا بلادنا لديها علاقات مع عدد من الدول، من الدول العالمية. كيف ندحض اليوم ونحن نرى أن حججهم أصلا ومزاعمهم قد تلاشت تماما؟ اليوم نجد بأنهم لجأوا إلى أسلوب جديد، وربما لم يكن جديدا إلا للمتابعين للمشهد من الإثيوبيين، وهو التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك بعد أن أحرقت كافة أوراقهم من ذي قبل. اليوم أرادوا أن يلعبوا على هذا الوتر لتمزيق الأمة الإثيوبية، هل استخدموا هذا الأسلوب؟ هم يستخدمون يعني أي أسلوب يرونه أنه يحفظ أو يعني في صالحهم. ما يتعلق بالإشاعات حول سد النهضة أنه ينهار وكذا، هذا إذا لو كان حقا يعني هذا ينبغي اللجوء إلى الخبراء، خبراء دوليين، مهندسين، معماريين، يعرفون يعني شيء يعرف هذا السد كم يكون لديه قوة وكم يبقى عمره وما هي الخطورات، هل هو معرض للانهيار وكذا. هذه كلها لو كانت حقيقة لا يحتاج إلى إشاعات، إلى أكاذيب وافتراءات، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى ذوي الخبرات من الدول ذوي المصالح ودول المحايدة، فهمت كيف؟ يرجعون إليهم هؤلاء، إذا يعني خبراء الكل يثق بهم، يعني هؤلاء تؤخذ آراؤهم. إثيوبيا عندما تبني هذا السد لم تعتمد على نفسها فقط، اعتمدت على خبراء دوليين تعرف أن هذه القضية تشاع في يوم من الأيام، هذا واحد. والأمر الثاني أن ما يعني يزعمونه أو ما يحاولونه لتمزيق وحدة الصف هذا حلم، كما قلت لك أن الإثيوبيين صحيح تكون بينهم خلافات إخوان، خلافات داخلية هذه توجد، فهمت؟ لكنهم لا يسمعون لهم. خلافات الإخوة يا شيخ، ربما يتحسس منا بعض الإخوة في جمهورية مصر عندما تقول الإخوان. لا خلافات الإخوة، قصدي خلافات الإخوة الإثيوبيين إخوان فيما بينهم، يعني الخلافات تحدث بين يعني أبناء الوطن، بين أبناء الوطن خلافات تحدث، نحن لسنا ملائكة مقربين، لسنا ملك. هذه الخلافات لا يمكن أن يستخدموها، لا يسمحون لهم، لن تكون لهم سبيلا على إثيوبيا. هذه المحاولات ليست محاولات جديدة، بل هي قديمة مر عليها الزمن، يحاولون أن يمولوا جهات تقوم ضد إثيوبيا سواء في الخارج وفي الداخل، يجيشون الجيوش وينفقون الأموال الطائلة، هذه الأموال كلها
باءت بالفشل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذن الآن إذا كان ما يقولونه حقيقة حول قوة هذا السد، حول المياه التي تدخل فيه وتخرج منه، حول الفيضانات، أشياء كثيرة الآن نسمعها في هذه الآونة الأخيرة، نسمع يعني للإعلام عندما تجد أي شخص يسألك يعني أنتم بنيتم سدا ممكن يغرق مدن كثيرة في كذا وكذا، يقولون لك هذه كلها إذا كانت حقيقة فليرجعوا إلى خبراء دوليين. نحن نعم بنينا هذا السد بخبراء مهنيين من الداخل أو من الخارج ومررنا على هذه. الآن هم يقولون بدأوا الآن يستسلموا، يقولون من حق إثيوبيا أن تبني السد لكن ملء الخزانة ينبغي يعني ملمتر كذا مكعب كذا وكذا. يقول هذا إثيوبيا صحيح التفاهم، ينبغي التفاهم، ينبغي التباحث، ينبغي أن يراعى مصالح الجميع، لكن ليس بعرقلة مصلحة هذا الشعب وليس بحرمانه من وليس حقوقه وليس بتجويع هذا الشعب. كم إلى متى يجوع هذا الشعب وهذا النهر يعني يخرج ينبع منه إلى متى؟ مجرد متفرجين يريدونهم هكذا. نعم إلى متى هذا؟ كم ناس يخرجون يعني يموتون في الصحراء يعني بحثا عن لقمة العيش؟ كم من شبابنا يكونون يعني لقمة للحيتان في البحار؟ كم إلى متى يبقى هذا؟ لا يمكن أن يبقى هذا. أي دولة سواء دول يعني نهر النيل يمر على هو تقريبا 11 دولة، فهمت؟ على 11 دولة، نعم، دول حوض النيل. أي دولة لها تخوف، إذا كانت هذه التخوف حقيقية فليلجأ إلى الخبراء. هذا لا يحل بنشر الإشاعات وبفبركة الأكاذيب وكذا، لا، بالرجوع إلى الخبراء. إلى المهنيين. طبعا أستاذ كامل، في المادة الخامسة من إعلان المبادئ، هل تعلم بأن ملء السد منصوص عليه موازاة مع أعمال التشغيل، ورغم ذلك يعترضون على ملء السد؟ فهم يعني هل نستطيع أن نقول بأنهم يريدون عرقلة كل ما يعني يريدون أن يصلوا إلى أكبر قدر يمكن أن يصلوا إليه؟ هل يمكن أن نقول بأن ما وراء الأكمة أن وراء الأكمة ما وراءها وأنهم يريدون أن يصلوا إلى أبعد من ذلك؟ يا أخي اسمع، شوف، هؤلاء قد يعني فعلوا أكثر من هذا وأشاعوا أكثر من هذا بحق إثيوبيا، نعم، لكن لم ينجحوا بأي منها. الآن إثيوبيا تباحثت معهم على كل الأمور حرفا حرفا، وتوصلوا إلى اتفاق الذي عقد في الخرطوم ووقع عليه استخدام المياه استخداما عادلا متوازنا، فاهم؟ وما يقولونه الآن، ما يقولونه لو كان حقيقيا لا قدموه بحثا ودراسة يعني مقنعا، ليس هناك مثل شيء من هذا. هم يريدون ماذا بالصيحة هذه بالإشاعات هذه؟ يريدوا العرقلة. الإثيوبيون فهموا هذا، عرفوا هذا، أحيانا يلجؤون إلى الوسيطة، أحيانا يلجؤون إلى المنظمات، أحيانا كذا، كل هذه قد عرفنا. كل ما يقولون بس هم يخلقون. أنت إذا عندما تجيب على سؤالهم يعني على سؤال واحد غدا يأتون بأسئلة، شوف. ولهذا إثيوبيا تركت هذه على جنب وتركت المفاوضين الخبراء وكذا، واصلت بناء السد. الآن الحل الأمثل الوحيد أن نحن نستمر ونتحد لتحقيق مصالحنا. نعم نتحد ولا نضع فرجة أو مدخلا لأي أحد أجنبي، سواء هذه الدول التي نحن نشير إليها أو غيرها. نتحد ونواصل بناء سد النهضة والسدود الأخرى، هذا هو المخرج الوحيد. إذا عندك شعب قوي، شعب أقل شيء يأكل ويشرب، شعب أقل شيء يعيش تحت الضوء، كل الدول تحترمك،
إذا أنت بقيت تحت خط الفقر وأغلب شعبك تحت خط الفقر، الكل يعني يستهين بك، الكل يريد أن يجعلك لقمة سائغة وتابعا له وتابعا له. إثيوبيا الحالية لا تسمح بهذا. أستاذ كامل، لماذا تصر القاهرة على أن تستند على اتفاقيات يعني أنت تصفها 3 اتفاقيات تحاول أن تلزم إثيوبيا، رغم أنها وقعت مؤخرا اتفاقية إعلان المبادئ في العصر الحديث، وكانت إثيوبيا طرفا أصيلا فيها وتوافقوا، ورأينا كيف أن الأيدي تصافحت ذلك اليوم وأن المسألة انتهت بهذه الاتفاقية. لماذا تصر اليوم بلجوئها إلى الاتفاقيات السابقة؟ هذه أي قانون دولي له مبادئ وله تداعيات وله أسس. القانون الدولي يعني مفصل في هذه القضية. إثيوبيا هذه الاتفاقيات كلها ليست طرفا فيها. أولا اتفاقيات 1952 هذه الاتفاقيات بعضها إثيوبيا عقدت مع من؟ مع بريطانيا، مع انجلترا. لماذا تريد مصر انجلترا؟ شوف، حتى الاتفاقية هذه هو قال لا نوقف، من اللي عندما اتفق مع هذا دولة انجلترا قال لا نوقف. صحيح، هو يعني لا يستطيع احد ان يوقف يعني مجرى النيل. هذا لا يعني انه لا يبني عليه سد او لا يستثمر عليه، لا ابدا، لا صحيح، لا يستطيع ان يوقف. لماذا؟ هذا شيء يعني فطري، شيء قوة إلهية أو قوة سماوية التي تستطيع أن توقف مجرى النهر، يعني هذا واحد. والاتفاقية الأخرى، اتفاقية 1959 هذه بين دول الثلاثة، إثيوبيا ليست فيها طرفا. أي قانون دولي إن لم تكن فيه طرفا ولم توقع عليه لا يلزمك. هذا شيء يعني في الأعراف والقوانين الدولية إثيوبيا ليست، حتى شوف هذا واحد، حتى وإن كانت مجبرة، أو فلنفترض يعني افتراض لو وقعت إثيوبيا على ألا تستثمر هذا النهر، ووقعت في وقته بالضغط بالقوة التي يعني تضغط عليها، هذه الاتفاقية حاليا لا تعتبر اتفاقية. قانون الدولي مبني على ماذا؟ على الحقوق والمساواة، ولا يحق أصلا لمصر أن تطالب إثيوبيا لأنها لم توقعها مع مصر. أيوة، مصر لا ينبغي أن يعني أن شوفت، هم الذين اتفقوا، مصر والسودان وهذه الدول التي اتفقت. أتحدث هنا عن الاتفاقية التي الإمبراطور منليك عندما قام بتوقيعها مع بريطانيا. فإذا فرضنا جدلا، فمن الذي يطالب إثيوبيا بهذه؟ إنجلترا هي التي ينبغي إنجلترا هي التي تطالب. حتى إنجلترا لو طالبت لا تطالب أن منع سد النهضة. مينيليك نفسه لم يتفق على أن لا يبني أي سد من السدود على نهر النيل، هو قال لا نوقف، لا نعمل أي عمل يوقف مجرى النهر. والاتفاقية الأخيرة هذه إثيوبيا ليست طرفا فيها، ليس لا تلزم بها. الاتفاقية التي إثيوبيا تلزم بها الاتفاقية الأخيرة، إعلان المبادئ، يعني المبادئ هذه فقط، والتي تنصلت منها القاهرة وحاولت التنصل منها عليها. وهذه الاتفاقيات لا ينبغي أن نلتفت إليها كإثيوبيين حكومة وشعبا. الاستعمارية هذه لا نستطيع ولا نلتفت إليها. أما الأخيرة هذه نحن اتفقنا ووقعنا عليها، ملزمون بها. نعم، قانونياً وقانونياً. أسألك قبل الختام أستاذ كامل، أشكرك لسعة صدرك. شكرا لك. نحن حتى تسجيل هذه الحلقة نجد أن المفاوضات مستمرة بين الأشقاء الثلاثة. لماذا تستبق القاهرة هذه المفاوضات وتحكم عليها بالفشل حتى قبل بدايتها؟ تأتي إلى المفاوضات ولم تبدأ الاجتماعات، وتخرج في وسائل إعلامها، يخرج مسؤولوهم
بأننا لازلنا على خلاف كبير مع إثيوبيا وأن إثيوبيا لا زالت تتعنت. لما هذا الأسلوب؟ وهل هو يعني نوع من الابتزاز لإثيوبيا والإثيوبيين؟ شوف، هناك يعني جدل في المنطق، يقولون يعني spoiling the whale أو تعكير الحوض. فهمت؟ هم يريدوا تعكير الحوض وتكدير الجو قبل ما يأتوا ويجلسوا على طاولة المفاوضة. لماذا؟ يعني يريدوا يضغطوا، عندهم إعلام كثر، ليس مثلنا إعلان كذا يعني، لا، إعلان إعلاميين وجيوش يعني مجيشة لهذه القضية، يريدوا أن يضغطوا على الأشقاء، خاصة السودان، على إخواننا السودانيين وغيرهم الأشقاء الذين يريد يعني طرف، هم طرف في المفاوضات هذه. ولا ينبغي، أنا يعني كمواطن إثيوبي لا ينبغي أن نعطيها أهمية، لكن ينبغي أن نفهم العالم بحقيقة الموقف الإثيوبي، بما نقوم به وبما ننوي أن نعمله، كل شيء نحن على في الضوء مثل يعني بالشفافية، بالشفافية كل شيء. إثيوبيا نعم صرحت لهم عن كافة تفاصيل السد، رغم أن هذا مشروع سيادي، نعم، ودعتهم جميعا إلى طاولة المفاوضات وأخطرتهم بموعد ملء الخزان، ثم بعد ذلك يتهمون إثيوبيا بأنها تريد أن تكسب الوقت. لا ندري من الذي يريد أن يكسب الوقت. شوف، الذي يريد أن يكسب الوقت ويعرقل سد النهضة ليست إثيوبيا، نعم، هم مصر ومن يعني يخطو على يعني طريقها. إثيوبيا تريد الآن بكل صراحة وبكل شفافية تريد المفاوضة. إثيوبيا تتفاوض على ماذا؟ تتفاوض على مصالح كل الدول، لا تريد أن تضر بأحد. بأحد. وهذه رسالة قيادتنا وشعبنا، حكومة وشعبا، لا نريد أن نضر بمصر. مصر، شعب مصر إخواننا، نحن في دو في في يعني افريقيا، في قرن في القرن الافريقي. وهذا واحد. الان الحل ليس هو اننا يعني ناخذ القضيه هنا وهناك ونضغط على الاطراف التي تتفاوض اعلاميا وسياسيا وكذا، لا، اثيوبيا هي صاحب الحق، هي دولة المنبع، هي التي تأتي بالحلول، هي التي ينبغي تأتي بالمبادرات وبما ينبغي أن يتفق عليه. لماذا؟ شوف، القاهرة ترى نفسها هي الأحق وهي أهل لهذا النهر، هي تريد أن تأتي بكل شيء، بكل تفاصيل الأمور، بكل الحلول، حسب رغباتها وحسب ميولها وحسب ما تدعيه أنها تاريخها. هذا لا يمكن أن نقبله نحن كإثيوبيين. نحن نريد حلا ينفع كل الدول، كل الأطراف. هذه الشائعات التي تشاع هذه الأيام قبل بدء المفاوضات، هم فشلوا، هم أخذوا القضية إلى المجلس، إلى مجلس الأمن، نعم، وعاد مجلس الأمن القضية إلى أفريقيا، للإقليم، نعم، للإقليم، وذهبوا إلى الدول العربية، ما يخرج من جامعة الدول العربية ليس ملزما لنا، ليس ملزما لنا. نعلم هذه الحقيقة، نعم، كيف أن من وراء جامعة الدول العربية، نعم، جامعة الدول العربية وأين مقرها، هذا كله نعرف، لكن لا، نحن لهم ونوضح لهم، نعم، بأن هناك فرق كبير حتى في اللغة العربية بين البيان وبين القرار، نعم، فأنتم عندما تبينون يفرق عما تقررون، وما تقررونه لا يلزم إثيوبيا بشيء. أستاذ كامل، في الحقيقة في جعبتنا الكثير ولم يسعفنا الوقت في الحقيقة، لكن أريد أن توجه رسالة إلى الشعوب الثلاثة ومن بعدها إلى قيادات البلدان الثلاثة ومن بعدها لمن تحب أن توجه. أولا، رسالتي إلى الشعوب، الشعب الإثيوبي العظيم وشعب مصر العظيم وشعب السودان العظيم، الشعوب تبقى والحكومات تذهب، مصالح الشعوب مرتبط بعضها ببعض،
تطور إثيوبيا، ازدهار إثيوبيا له أثر على ازدهار على الازدهار في السودان أو في مصر. إثيوبيا تريد جوارا فيهم التنمية وفيهم الأمن والاستقرار وفيهم الازدهار. أنما يستخدمه السياسيون لا ينبغي أن يؤثر على الشعوب. الشعوب تبقى، الشعوب لها مصالح مرتبطة دائما. يعني الشعوب ينبغي أن يعني أن تأخذ بهذه القضية مأخذ الجد، وأن لا تتركها على يد اللاعبين، على يد العابثين، وأن تقوم بجانب الحق، وأن تعرف وأن تسعى لمعرفة الحقيقة. الشعوب هي كل الشعوب، كما عندنا فقراء من يعيش تحت الفقر في إثيوبيا، هناك من يعيش تحت خط الفقر في مصر وفي السودان. تنمية أو ازدهار الأفارقة، نحن ما عبد الحط، نحن أفارقة، نحن كلنا أمة واحدة، بنو جلدة واحدة. ولهذا الشعوب عندما يسمعون من يضرب الطبول، من يضرب طبول الحرب، طبول المعركة والمنازعة، لا ينبغي أن يستمع إليه. من يتضرر بالحروب هم الشعوب، ليس رئيس أو نائبه أو وزراء وكذا، لا، هم هي الشعوب، أطفالنا ونساؤنا وشيوخنا هم الذين يتضررون. ولهذا كل الشعوب ينبغي أن تدفع حكومتها. وأخص بالذكر أو بهذه الرسالة شعبي، الشعب الإثيوبي، ينبغي أن نتحد ونوحد صفوفنا، وأن لا نصغي إلى الزعزعات، إلى إيش يقولون، فرقعات، نعم، القلاقل والاضطرابات، نعم، والاضطرابات التي يشيعها الإعلام الخارجي. نحن ينبغي، هذا مصلحة الوطن، الوطن للجميع، سواء اختلفنا أو اتفقنا، الوطن يبقى وطنا للجميع، شفته. ولهذا الشعب الإثيوبي ينبغي أن يتحد وأن يقوي وحدته أكثر من ذي قبل، وأن يتسامح، وأن يستمع بعضه إلى بعض، وأن يقف جنبا إلى جنب، شامخا مرفوع الرأس أمام محاولات التدخلات الخارجية. يعني التدخلات الخارجية هذه لا تأتي بشيء، لا تأتي بشيء إلا ماذا؟ عدم الاستقرار، التناحر والتطاحن فيما بيننا. ينبغي أن نبتعد هذه كلها، كلها، كل ما يحدث في بلدنا نحن نحله بعاداتنا وتقاليدنا وبمؤسساتنا، نستطيع أن نحلها. الشعب الإثيوبي يعني له خبرة، قد مر بفترات يعني واحد يعني يقلق ويضطرب ويقول خلاص انتهت هذه الدولة، لا، نحن لنا خبرة ولنا يعني مثل في آبائنا وأجدادنا، قد مروا بصعاب وقد مروا بعدة أمور. ولهذا ينبغي الشعب الإثيوبي في هذه الآونة، في هذا الوقت خاصة، ألا يفتح أبوابه للخارج، ألا يستمع إلى الزعزعات، إلى الاضطرابات، إلى الشائعات، أن يجعله، نعم، محاربا بالوكالة في من يريد أن نتحارب نحن فيما بيننا. إذا تحاربنا به كما شاهدنا الآن، نعم، في المقطع، إذا تحاربنا نحن الضحية. من يموت؟ يموت أبوك، تموت أمك، يموت أخوك، يموت، تموت أختك، تموت بنتك وابنك، في صالح من؟ لا ينبغي أن نضحي لمصلحة الأجنبي أو الخارجي. ينبغي أن نقف جنبا إلى جنب، وأن نبتعد كل الاضطرابات، وأن نبتعد كل محاولات التي يحاولها أعداؤنا لخلق الزعزعة والبلبلة والقلاقل والمشاكل فيما بيننا، وأن نتحد. ورسالتي إلى الحكومات، حكومة دول الثلاثة، أنتم ينبغي أن تستخدموا خبراءكم، وأن تستخدموا يعني الفنيين، وأن
تجلس على طاولة المفاوضة بنية صادقة، ما يقولونه بنية الوصول إلى حل، بنية الوصول إلى حل نهائي. نحن دول الجوار، مصالحنا مرتبطة ببعض، الأمن والاستقرار الذي الآن نحن نعيشه له أثر كبير في مصر، في السودان. عدم الاستقرار الذي يحدث في السودان يقلقنا نحن كدولة الجوار. لماذا؟ مصالحنا مرتبطة ولنا حدود، حدود طويلة جدا. ولهذا أنا أقول للحكومات ابتعدوا عن فبركة الشائعات والأكاذيب، وجيشوا إعلامكم وخبراءكم إلى الوصول إلى حل سلمي ينفع الأطراف كلها. هذه هي رسالتي. طيب، نشكرك، وبالتأكيد وصلت رسالتكم. الأستاذ كامل شمس سراج، سعيدنا، يعني الوقت لم يسعفنا وإلا يعني ما زال في جعبتنا الكثير. نشكر لك سعة صدرك وحضورك بين إخوتك في هذا المكان في برنامج السيادة. نتمنى أن نلقاك مجددا. شكرا لك مجددا، وفي أمان الله. مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، الأمر يدعو للعجب ويستوجب الشجب والغضب. البعض استغل الأحداث للتحريض وللإيقاع بين أفراد الشعب، ومارس دور حمالة الحطب وأجج نار الفتنة حاملا راية أبي لهب لترد إثيوبيا صامدة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. في أمان الله.